إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أشرقين فيكم إبن الله سورة الفاتحة شرحات دي ومارتي ومن كتن الله ومارتي اتنجا ايو سورة البقرة ولي فرصوم انهلا سورة الفاتحة سونا شير نويبر له قرآن كمارتي سورة انهريشو وانا سورة دو قرآن كانت صدب بلمو سورة الفاتحة مياك ميكم له الفاتحة الحمد لله رب العالمين السبع المثاني او كلك مده الثلاثه مده مريم شيخ نوالي حديثه حديث القدسي يا ولدهاين ابي هريره مري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خصوص الله يأتي غيري وسؤال له قال الله عز وجل الهي معبود مري بسمت الثلاثة بيني وبين عبدي النصفين يعني فاتحة ويبا وقيم أن إيه أدونك إلا ما تتعين إلا ما قيم ولا كوير يا إلهي أن إيه أدونك أن ينجلس داري فاتحة ولعبدي ما سأل أدونك إلا ما يبجع ولأوص إورت ريس يا إلهي. فإذا قال أدونك هدي إره الحمد لله رب العالمين فحالي بالله جواده إلهي رب العالمين أول ما حتله هديه الدونك إر قال الله إلهي ويبا إليه حمدني عبدي والدونك يا إما هدي إلهي فاسهر. وإذا قال الدونك هدي إر الرحمن الرحيم إلى هدي الرحمن الرحيم كهيام ما حتله هديه سوى الدونك إر قال الله إلهي ويبا إليه أثنى علي عبدي قدونك إفعال لتاسعره أثنى علي عبديه. فإذا كان هجيره قدونك مالك يوم الدين إلى هجي أمرك ملكي يجنك مالانكي هجي قدونك إرو مالك يوم الدين قال الله إلهي ويد إري مجدني عبدي قدونك إشرفي ويلي. وقال مرة فوض إلي عبدي أدونك يا أرنتي إن بنتك لي. فإذا قال أدونك هدي إرو إياك نعبد وإياك نستعين إله أذليك عابدان أذلينا كالمك ويجي سدان أدونك هدي إرو قال الله إلهي ويد إري هذا بيني وبين عبدي يبين كان ويد وعلي أدونك يعني انتهيت أنا أدونك ينوس إعابده والألو والإسنباه يانا أن نصيره بيني وبين عبديه ولعبدي ما سأل أدونك يوبل يا والألو والإسنباه. فإذا قال أدونك هدي إرو إهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم بس يوم عرف إله أن لم أيتي جدك شؤ صراط المستقيم كها إله نهنوني هدي أدونك إرى قال الله إلهي ويد بيري هذا لعبدي ولعبدي ما سأله أدونك والألو والإسعي ورثي يدي إني وجدت مستقيمك لك هل من يمي ورثني أدونك إلي ورث أمرك قاتها المغايال جاءت حديثا وحديث القدسي لك درما الصلاة وكمل الصلاة جمع لك مغايال بسمت الصلاة بيني وبين عبدي ورث الزراجية في حديث من هكذا إنه إلهي إسرائي لنك حديث فاتحة لبوس أو أخرين فلا تسبب مقال صلاة ليوان وعلى الركن من أركان الصلاة
فهل أخي وجه كما جاوز الحمد مهد لله إلهي يمهد له الله رب العالمين مخلوقات مالج إيناء أما خارج إيه أما معمولات إيه سببت إيه والأن وليبن نعمة قدومنك هاي السلام يا إلهي يجيها له وما بكم من نعمة ومن الله فالدراجية مهد إلهي لي له وضبه عليه الرحمن الرحيم نحرست عامك ايوه عندنا نحرست بجارك الهي نعرف الهي اسم هداوة الرحمن يعني ما دام حروف الرحمن يبغي معنى عام او تعب رايس نحرست ان ادمي وي هو مسلم ايوه قاري مناقو والكسب بي يجيه رهي الهي نعرف الرحيم اللي نحرست بجار اهاني رسم اخر وي المؤمنين اللي انقاره وكان للمؤمنين الرحيم غير الهي لا نعرف آخر أن المؤمن هاي من موت الأرض عليه مالك يوم الدين مالك الأمر في يوم الدين والجزاء يعني إلهي مركز وسيم مالك يا مشري إلي مالك ما لكن أي مالك من الذي سمع أنت بيام الله موجيهين معلوم في هذا الكلام كره والسرع أشياء ذكر من أرداه لكن أدياء ما رأيك بغرهيب الأوقر إلى المدين ولعو أني لا أوكل أدنيا نويا لكن معلن تقيام معها والأمر يومئذ لله لله الملك اليوم لله الواحد القهار بس مالك الأمر في يوم الدين الدين على الجزاء معلن تأبى المرين تنياذ إلى هذه المدينة من كلاك رلا لن أرغى ومعلن تبيع إياك نعبد إله أذليك آبدان نعبد وفعل مضارع إياك مفعول كها هرمر يوم هذه معمول كها هرمر وما يبلغ يفيد الحس روا نعبد إياك إيا هذا قد مفعول قد يفيد المهد إله أذك آب جانا لي هذا قد لكن هذه إياك ما لا هرمر يجنين هذا ليك آب جانا يعني وحي الله حسر يشينا ما يكون إليه تقديم ما حقه التعفيق وهي أبي بيت إن لما رسي معمولات كهي هو بالله هر مريسي وهي أبا ميك ميدا تحسر بشيء نوت وأدوى تحسر إلا إنما عطف وتقديم كما تقدم كيف مكانون بطيراي وإياك نستعين إله أذن لين كان مكر ويدي سيان يعني حسر إليه بركة إياك نعبد وإذا معناه جيئيه أدنك إسكبر ويرو شركة إله عبادة شريك مكينك ويروه وإياك نستعيننا التبرر من الحول والقوة إله إكبر ويلو تقولتي وحيله إله أنا التبر مهاي كرم مهاي ولأن أنباهنا عاصماته طولاته طولاته بيئي بات بيئي بلعام إله تذلك وكان ميزيسينا كرم مهاي ومعنا وإياك نستعين وذا وإياك نعبدنا إبعادنا عليك إنسانك ويلوه والإنباهنا عليك ورسدوه فوالطلق القرآن كهذا لوه لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا يوم وتوكل على الحي الذي لا يموت يوم يلبن القرآن كما رسالتون إيرا كهذا لك فإبعادنا لإله إنسانك ويلوه والأل والإباهذا إن إلهي أنا ورسد إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا إله لهنوني الصراط الجدي المستقيم التوصناي جدي الصراط المستقيم كما يبقى لك معنى أيهين إني أرد كل انتطاع العلم والعمل به إني أرد والبرط علم أو شرائع الإسلام قال البرط وحدنا البرط شرير يلين أه وأن حدنا أرد كتبا أن توقع عمل فل الصراط المستقيم كالكاسو لانك حديث المبدر هو انك عمل فلانا ما ينقل يسيري قلمي يهود وقلنا غده من كويدون مغضوب عليه ما ليره لانك حديث عمل فلان لي وما رأيك عبارك خلقا يودد عليه وان الجاهل يسيين سري ما ينقل يسيري كريشانك وقلنا غده كريشانك داري بارتانو عبارك فرايا كنيسوين كين يلو كهر وضايا وان الجهلوه والمقور غير مساكينه تاتمي لغلا سيباني على ركوت أميوه لكم بيبا لقلي إني أروى البرطة وأن هدل على كعمل فل العلم والعمل به الصراط المستقيم معنى إله
المبرشد النواصجي إله هدنا الملك الجنود إله هدنا النواصجي الصراط المستقيم كاسور بدي جيت كاسور المستقيم كاسراط المستقيم كا جيتو تصبو هدلا يبيعيو وتجف هو هدلا الجيت رسول هم عرسوا أما جيتوري كي هبحنا يو جيتوري كي هبحنا ينبيان إلهي هو جورين وأكو فيري صراط الذين تسكي جيتشو إلهي ميزهم يو صراط الذين تسكي جيتشو أنعمت عليهم النعمتين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بيكو سبع النبى أدلته جنين يعني سوسوا العلم والعمل غير المغضوب عليهم صراط غير المغضوب عليهم يعني قرشون بين أروري أو يهود يهود في غير شو بجني هنونه بجيه إله من هنونه المغضوب عليهم من هو يهود مركز دفع إله النعمة يهود غير شو يهود مكجسر لهم يهود جيتشي إله من جتوش ديو يهود جيتشي مئي مرد علم اللب رضو مانا لنك عمل فالله علم اللب رضو مانا لنك عمل فالله من لعنه الله وغضب عليه كان إله أرو إله أن أرو دي يهود ورقر لنك عمل فالله ورد علينا وصراط غير الضالين هانكم مينو قبارة أو كريستان كي أمار تيجي كيشو jika sudah diuji seperti lagi, tambah jika orang Kristen atau Balin tidak itu, tidak mungkin hidup itu. Balin tidak mesti Kristen kuai, atau mesti. Amal fana itu dia yang obrolan ilmu. Ia ilmu yang hanya untuk korona. Ia mesti dia yang amal fana. Tabdulu min tabdulu, wa tabdulu kathira, wa tabdulu an sewa istri. Kristen kuai, bukan New York. Hang yang ilmu itu tidak hidup itu. جيت كيبت كيتو سيلها يومرك مريال الديقين الشهداء والصالحين وحسن أولئك الرقيقة أما جيت في يهودين ومغضوب عليهم إلهي إن أروري إي الله لين تكريشتان كدفت من جيتيو إلهي من كهنو ندوي لكن مغضوب عليهم إني يهود لكولو الله لين أني كريشتان كأتان حديث بها أروري إدى ياو فترك عليه الصلاة والسلام مالي إن المغضوب عليهم هان كرسول من أروري إلهي من أروري آيات الشيطاء اليهود هو إلى نبي إلهي يهود هو وإن الطالين هان بعض آيات الشيطاء هون النصارى كريستان هو إياك نعبد وإياك نستعين لي هدي وليه إذن كنغنا فهدي ولا الله ولي عبادة أذى لكوفة رائع وعبادة أذى لكين قبولي أذى لكوي إلهي باري وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدين وعلي أذن لكين أبوري على الكويت والألّه ورباه هذا أنا إلهي ورسال لكين وإياك نستعين لكن مركب هذا على إلهي ورسالات ورنباه أنت ولي أؤذى كرانك إيه وأذى الكويت كورت إني أذى الكويت ولي أذى كرانك هاي موتان الإله وكين كامل سيدي أذى مثلا هديل أربير في تعبش أوك الأخبار إنه المستعطى على طول بيرو جكتو البيقوي ويدوى بيقوي يزبر أرد الدياسة هم عرصة أبو رصة ما يلسوى مركوب بيرتلا أبو رفوب فوق تغرطب ومتعلم ميا إله ده مرساتي وإياك نستعينه هذا الروب ياكو إيه بيرتي هذا التنزيري هذا لكي بشن حبه ما يلقى هذا ينبور أبو سلمان ينبور ينبور لما ينبسيزه Berulang tahun pun kau tak jadi busi koi, busu atau tak bertemu. Soalnya kan takin orang. Awak tak busi tu apa jadi hata? Wujud sendiri orang yang wujud busi hata. Orang tak bertanya. Mereka iya kan agud, wujud kan takin. Mereka tidak wujud kan wujud sedana. Wujud ada kerang kat jenazah atau itu wujud tak bertanya. Mereka ada lakoi se. Wujud ada tak bertanya. Hai, sahaja yang ada wujud. Tetapi luar itu kosarah ini lalu berjaya. إله أن وابك آب إله إبعنا يا مارتين غريك وفضل ميلو فدير ميا ميا ولي تورتاء لكوي ولي تورتاء هاينا إله إبعنا أسمى يقول بأليها سورة الفاتحة نيبني بالأولاتين سورة البقرة سورة البقرة وسورة مدنية قرآن في أوهد دليا كمدتة بعد الهجرة
qur'aanka lama nashal qaaday madaniyad iyo mukiyada nashal qaaday haddii aad aragto soo jeelay madani way hoobada feer meel ku wadee markii nabada maka ee maaragtay ku guuray oo madiine uu wareegay qur'aankii haddegi madani wa haddii la feero soo jeelay makiya la feeroona may bana ku wadee intii nabagu si madiine inuu wareegay haddegtii way maana marka may bana ka tal maanaa ee soo jeelay madaniyatun nazalat bacd alhijra هذه اللي أرد صور هبرين مكية كون لكيرون ميل كويري نزلت قبل الهجرة قبل كويري فهذا صورة ميل من سورة البقرة ما نزل بعد الهجرة مدنية هاي روشن ميل سورة البقرة 286 آية لما بغل سيسون اللي آية هو سورة البقرة فتمها سورة البقرة نمبر 33 جاوائي بنغلائي سورة دي لماغو سورة البقرة مغاقي يكمل عاونتين سورة دقاتية وانه قويدون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة سورة البقرة سورة البقرة مايك من الساها سورة ينكوون ينكو بالعاولي الحروف المقطعة التي لا يعلم تأويلها إلا الله عز وجل سورون كتوي دير أن اللواتن إستغال سورو حروفون ألف لامين إيو حامين إيو الله أعلم كلا واسه سورون كتن كتن لعوض لواتن إستغال سورو وأن قرآن كده داسين بطري كتن لعوضا إلى النو والقلم يأن دن رويت حروفون لن كتن لعوض برشو هالحرف لين نون أو كلا برشو لما حرف ياسين أو كلا برجو سد حرف ألف لامين أو كلا برجو أفر حرفه برجو شن حرفه شن تحرف مكبره كاف هي عين ساعت أو كلا شن تانك بره معنا واي هاي سورة البقرة ويبا لاري فيها ألف أمر كون أمر يسورة دلتك إلهي بشيء كون قولها قولت أمر واديا وألف لهي كون لهي وألف حكم وألف خبر أخذها بركة سورة البقرة ونقص سورة كتغم وبركون وتركها حسرة سورة البقرة ونكتغم الشلائتون لا تستطيعها البطرة دكتو أهد بعض الكتاهرين تسورة جبجايا دكيو هايا سورة دمتان تنمون هايا يلي يدودان هو قلت أخي ولا جدن بربجايا إذا قرأت في بيت لم تذكره مردة الشياطين ثلاثة أيام guru hadii geey sura sul baqara la taariyo sidibir sheedan ma ka dawaaro marka hadii maalan ka sar baqara ka taariyo ida sheedan idan ma ka dawaaro wal quraaji ka shan ulada ma ko dibo wa muslimun an abi hurayra radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rasul kilani mayri la taj'alu buyutakum maqabira ilawin kun kuwela ghayri la ilaha huwa al aqal إن الشيطان يفر من البيت شيطان ويبطوري يجريه جيك روري الذي بيته تو تقرأ فيه سورة البقرة ادئ سورة البقرة فاتبنا كويرا لك أخي يوم شيطان لكما تدوى له وعنه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله مالي لكل شيء سلام شيء تقرس لي والسلام القرآن سورة البقرة قرآن كرسي الشيخ لكر سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آية القرآن سورة البقرة ما يبقى جراء آية أو آية القرآن كسيد شئوات آية داستيو آية الكرسي آية القرآن كآية دنك دارنا بطري لك هذا آية القرآن كآية دنك طلب بغنا آية الكرسي ويانا بطري لك هذا وانا سورة القرآن كأنك دارو سورة البقرة سورة البقرة يلي من الله وضعي تأثيري همرك ويلا لأي سورة البقرة مقر كان كوري كبعا كوري ومقر كان كوري ملن كان ساري أفرقه وضع لأي سورة ساري يلكم كوري ويبقى هذي مؤمنين وفاتة ظاهرة وباطنة بمؤمنة إلى لكدير أولئك على هدى من ربهم
وأولئك هم المفلحون فالمؤمنون ظاهرا وباطنا لك هذا اليوم كيف لما أنه قال لك هذا اليوم ظاهرا وباطنا إن الذين كفروا قال لك إذا يسرين يلو هذا اليوم كيف كالسجهات منافقين تلك هذا الدون ومن الناس من يقول آمنا بالله والمؤمنون ظاهرا لا باطنا أفكم المؤمن كي منافقا لها هو أنه مؤمن مكيس منافقا لها كيف أفراد أمت أركانة يكون في جنب رئيسة بس في أطلق سبيل سرق مؤمنين كي جعلان منافقين كي يالك هذا الدوان وإيه يا أيها الناس في الدبو يلي كي منافقا كي مؤمن كي مشرق يا أيها الناس في الدبو يلي معركة إذا كو أطلق معركة يالك هذا الوحيو سورة البقرة قل إن بالله أوراها فيها سمعها فيه من بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ تفسير هذه السورة سورة تنقى التفسيرات يا رب الله متبركا على أن البركة إتلايو بسم الله إلهي المبادي أليه الرحمن نحرك تحقام كإلهي النحرك الرحيم نحرك تبقارها نجل إلهي النحرك ألف لامين الله أعلم إلهي يقف بمراجه إلهي إجازي بذلك عروضهم كان إنكم مرادهم ولما يرمي سوردهم دعا ما يكمل ذلك يروين قول إنك بالله ولي الطروف المقضاء التي لا يعلم تأويل إلا الله الإسلامين الله أعلم له ذلك الكتاب إي هذا الكتاب كتاب كان إيه أو كتاب قرآن كيه الذي كتاب كان أو يقرأه محمد أو محمد أخريوها إيه لا ريب فيه لا شك فيه كتابكم شك مكتوم عند المؤمنين ذات المؤمنين تقراريو أنه من عند الله إن إلهي رولي الصحابي شك مكجرون له كتابكم قمع إن إلهي هدئي ولا شكي معه وإنه لتنزيل رب العالمين هدى هو إيه كتابكم كان هنوم أنا هادين في هنو ميايو جكت سيد في هداو من متقين ذكي إلهي كأسرين هذا متقين صلى عبرهين لأنهم المنتفعون يو وكنع في الهدى يو هنو إيم الفلي يو وكنع في يو ثم إسرية كير قرآن كميلين كالتلقري ذكوه طوئي سهنو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس يعني لكن ذلك يقولك فائده سلوه ذلك المؤمنين في القرآن في كنعة يوم هدى للمتقين يوم هنوم ايوه ذلك الكتاب ذلك اسم اشاره بعيد لن تتلق عليها لكن ميلة يقول هذا الكتاب كان يهرطان يا روحك الليوة لكن ميلة اسم اشاره بعيد لن كويلة هنا لعلو المرتبة في القرآن كمرتبة يسيح هير سرعة كتاب قاعد اوك اليوم الليوة ذلك الكتاب لهذا الكتاب كتاب القرآن كان إيه لا ريب فيه لا ترتابوا فيه النظر نفسك بمعنى الله يقول إن شكيلا أنه من عند الله إلهي أرادة إنيها كدري مرمع شكيلا هدى وهي كتاب كان إهاد في هلو نهاية للمتقين ذكي إلهي كقصة دين ومن المتقين كمغلا بامتثال الأوامر والإله الكريم يقرطون عليه واتلال النواهي والإله الكريم كهرم في الأنبياء الآية التوفيق هو ما يبطلقاش أن رأينا النار بركويب وللمتقين النار لكن النار تبطلقاش أن رأينا بانتتال الأوامر واتلال النواهي رب والإله كفر أرطرتون عليه وإلهي كورهي من أبي كهرته نارتك عشان مارتي أن توصفه ومارتي نارتك بالدائي متقين في أن الإنسان مع ما يتيري أي أيمو بس نارتك جاشة مدين هاني وهي هم متقين في الذين هاني وهي يؤمنون يصدقون هم يينو ظاهر إيو باطن بالغيب ولا يكون مقنع الملغيب في هاهم يوم ولا أقرأ في الشيخ ولي مارك في يوم أرغم ذكي أرهم يوم ولي بي إيمان جون إياه الرب إيو قلبك لما ربجر يؤمنون يصدقون بقلوبهم أوكروا
أكلين أيضا وروبتكهم عيينو جلزي بما غاب عنهم ومن البعث والجنة والنار أولا جيوة لهم عيين جنين رجل كدر هم عيين كل وانا مرن ولا تنو وانا هم عيين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة تراجدت في عيين يأتون بها صلاة الله كويين بحقوقها يروا البحقوق دي يروا فتلكوا يوم لا تحقوق دي حقوق دو ظاهرة أموغتا سنة الأداء الكنتية شروطية هي آتية مستدار فعلا كدارة ونسرابة تتاريو ونكدارة ومكروهات ونكدارة إيه حقوق أما إلا سنة الأداء الباطنية هو سنة خشوع أوكرة وقلبنا الحاضرين أوكرة بدأت لها المؤمنون الذين هم في ثلاث خاشعون ستكوين ملطرة ويقيمون الصلاة صلاة التنوثي عين يترتك ولا يوم وقال له لحقوق بيئة ووصل عيوة صلاة دي التوكي توكي لفلا يعني ان توكي ويبوا والها لله عبي وجيغة لكم صلى الله نيري يتغيث من الله ومما رجعناهم ولي انفقون والكنت إليهم فقون تيبين ومما رزقناهم أعطيناهم ولئن الثاني صوح حول المال أما علم أما عدل أتعلق الإله كثير لأنك ما رتير الله بأن تنير عدلق على تكامل يكون هذه إله علم كثير علم أنا فيه أرجادك نبيع إني لأنك أنت علم على أنك دائد مال كشريد الزيمة ومما رزقناهم أعطيناهم ولئن الثاني والكمدة إلى ينفقون إيبين في طاعة الله إلهي تعالى سينك إيبين فكم مؤمنين تبتاسوا اللي هو مقدين الذين يؤمنون بالغيب ما يبنى ذكر علم الغيب كأسي أما ولا أصغير كان رمي حصولك عليه الصلاة والسلام فكم مؤمنين تبتاسوا مهدير رغم وعن همي لو إلهي نغى ذكر حصولك عليه الصلاة والسلام مارا يا سامر ما يورث لي أي القلب أعجب إليكم إيمانا تذكر معنا خلائف إلهي أي إيمان يسين كياب ضروري فرقات أمر أنا أصحاب الملائكة اللي أما أسالة بس إيمان خلقه إيمان كياب ضروري أما ملائكة لا أبو إلهي الذي معناهم لا يؤمنون وهم عند ربهم ما الملائكة معناها إيمان يسياب فنقل هو إلهي أرود سباك الصغنية حدنا مرة أن النبيات اللي أما يسين بس إيمان كياب ضروري فقد أسمر أنه إلهي إيمان جسياب فنقل وحيبا في الدقوها أما ما رأيته أن الله أن أميب إلى الروب جنة مرقا أسمر أنه إلهي أنسي شعره وردكي إيمان جون قياب بره ردكي إيمان جون قياب بره أنسي شعره ورد مرقا أسمر أنه إلهي أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها ركي إيمان يوم قياب بالنبار إنه إلهي الدرو يري أو إتنجدادين كوي دونا أصابر لكن بعدين كوي يان أو هلايان ورقلو أو والكبر نو محمد جرئي وقرال لي هلايان وانو هم يان ورقلو وشي والكبر ركي إيمان يوم قياب بالنبار الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة تراجدت في آيان وما رجعناهم ولينقبودن والقنط إلي ينفقون إيبيان والذين تكيوا المؤمنين كانوا مستقين في يؤمنون هم يأيان تفصيلها بما أنزل إليك ولأبناتين بكي أو كتاب قرآن وما أنزل من قبلك ولهرتل هدكي من هم يأيان أو فوراد الإنجيل من هم يأيان إجمال عالم يعني توريد إنجيل هذا ما يعني كتاب إلهي إيهن هؤلاء أنه أمهما إنه واجبني لكن كتاب مراهك ما يبقى واجبني تفسيرها إنه أمهما وما أنزل من قبلك وفي الآخرة وبما في الآخرة آخرة بكثير وللهاري وبعثي إيو حسديوكي إيو حسابتي إيو جازنتينا هم يوب يوبنون يتنين سرائن يعلمون أغارينو علما تبقيا علم أبوهم أول هبال يكين سرائن لكن مؤمنين كهانا توي وذلك تتاكي والموصوفون بما ذكر تلمامون هد الله الشيخ يهان لك التلمامي على هدى هنون كرشي عالي هنون كاتون من ربهم
الشرب بجهه هذه ان انت تستغنيه واولئك نسيهم يوم الليل المفلحون هالجيب النوم الفائزون هالجيب النوم معناها بالجنة يكذيب نايا الناجون من النار نار تيجين هالك بدا اليوم وقد في يوم عرق المؤمنين تهايا وظاهرا وباطنا قرصه المؤمنين تهايا وتبتئ وتنئوا ويؤمنون بما أنزل إليك بالتفسير فتامران كرومي يايا سأمر في تفسير أمر في شلدك نعم القرآن كأطن فرصرف ما آيات آيات إنه لكم آيات وانا كتبا نطلقه فليه وما أنزل من قبل كتابة يهور آن إيمان كأمر كتابة يهور ميلة لفلي إجمال عن كتاب إلهي إني إيمان هم لكم بي لكن إنه كتبا نطمية حبيب أتهي أويب جرى إرائي إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم حبيب أتهي أهل الكتاب كتاب قائنا صفق رأي وسنغرانا سنشين قيام نعو إلهي ماري إن بيني جن بيسين وانترين وان إنهما يتنون ما إلهي وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ونعوكم ناسين ديجي ودقه إلهي بهد ديجي وكتاب قناه وقلعنا ولئن دهنين ديجين أبراني قل الله إذا تنقف ذاو معنا وبالآخرة وبما في الآخرة هم يؤمنون فكما منين تويب وآخر وليتبسيع هذه وحساب إيه جازين إيه ديوين يقين سنين لكن أهل الكتاب خلاص إيمان جو آخر ما يلغيو أشناء أو ما آمن سنين ما آمن سنين جو أهل الكتاب كأين أفرتم بالأخرى لينا في جراني وفرت أخرى أولئك نسيوا على هدى هنوما من رب رب جهدين هذه الكرسي عليهم وأولئك هم يوئه هم يوئ المفلحون هاني ديبن إيه أنتم أين كذا عشر في تفسير القرآن الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.